السلام عليكم ورحمة الله. نتابع سلسلة آية استوقفتني. اليوم سأتأمل معكم آية عظيمة من أواخر سورة المؤمنون. هذه الآية لها انعكاسات على حياتنا أيها الأحبة. آية تفرح القلب وتقول لك لا يوجد شيء عبث لا في كلام الله ولا في خلق الله. كل ما يحدث معك مقدر عليك وكله بنظام وحكمة، وكل ما تراه في الكون له حكمة وله نظام ولا وجود للعبث أو الفوضى أو المصادفات. هذا الأمر مهم أيها الأحبة في مجال الرزق والشفاء وعلاج الهموم وعلاج الندم وعقدة الذنب وكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم تعالجها هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. انظر هذه الآية عندما تتعمق فيها، ربما تسمعها 1000 مرة ولكن إذا لم تنظر إليها بطريقة مختلفة لن تتذوق هذه الآية. أنا أريد أيها الأحبة أن أتذوق معكم حلاوة هذه الكلمات عندما يخاطب الله الإنس والجن هنا ويخاطب المخلوقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للإنس والجن، والنبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم بالقرآن، وهناك سورة اسمها سورة الجن. فهذه الآية تخاطب الإنس والجن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني تظن أن هذا الكون بنجومه بمجراته بكواكبه بمخلوقاته، بالإضافة لكم أيها البشر، يعني أتظن أن هذه العملية عملية مصادفات؟ لا. وأنكم إلينا لا ترجعون، تظن أنك لا ترجع إلى الله؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله أن يعبث في كونه، تعالى الله أن يغفل عن شيء في كونه، تعالى الله أن لا ينصر مظلوما أو أن يغفل عنه، تعالى الله عز وجل ألا يستجيب دعاء إنسان يقول يا رب. فتعالى الله الملك الحق. أنا عندما أدرك أن كل شيء في هذا الكون منظم، إذن حتى البلاء الذي أصابني الله به إذن له حكمة، حتى الضيق الذي أتعرض له له حكمة، حتى الأذى الذي تعرضت له ذات مرة أو أتعرض له اليوم له حكمة، وهذا الذي ظلمني وهذا الذي أكل مالي وهذا الذي تكلم علي بسوء وغير ذلك، كلنا سنرجع ونقف أمام الله، سنقف أمام الله في يوم الله يقول فيه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأي شيء، أي ظلم تتعرض له وأي هم تحمله وأي مرض يصيبك وأي ضيق يصيبك، ثق تماما ستأخذ أجره مضاعفا يوم القيامة إذا صبرت واحتسبت الأجر عند الله. هذا الأمر مريح أيها الأحبة. يعني أنا هناك شيء متعسر في حياتي أشهر وأنا أحاول في هذا الغرض المعين، مثال أنا أقول لكم يعني، ولا ييسر. أنا بعد أن استمعت لهذه الآية، معنى ذلك أن عدم التيسير له حكمة، ليس عبثا، ليس لأن فلان عندما اتصلت به لم يرد علي، وليس لأن فلان لم يساعدني، وليس لأن فلان لو فعلت كذا لما حدث كذا، لا، القضية كلها مبرمجة ومنتهية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طيب كل شيء في الكون إذن منظم، لا يوجد فوضى ولا عبث، وأننا سنرجع إلى الله، وأن الله تعالى وتعظم وتنزه أن يعجز عن إجابة مخلوق ضعيف مثلي أن يجيبه أو يستجيب دعائه. إذن لابد أن يكون هناك حكمة. كلما تأخر الفرج، كلما أغلقت الأبواب أمامك، كلما ضاقت بك الدنيا، لابد أن يكون هناك خيرا ينتظرك، لأن الله هو القائل، لسنا نحن من نقول. فتعالى الله الملك الحق عن ذلك، عن العبث والفوضى. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، هذا الإله العظيم. دائما أخي الحبيب انظر إلى عظمة الله، تأمل عظمة الله، تفكر في عظمة الله، تستصغر الكون كاملا، يصبح بحجم الذرة في عينك. كثير من الهموم ننظر إليها وكأنها الهم الأكبر، مشكلة تتعرض لها تنظر وكأنها هي أكبر هم. انظر دائما إلى عظمة الله، أنه هو رب العرش الكريم، هذا إله كريم أخي الحبيب، هو الذي خلق الكون ويتحكم فيه، المهيمن مسيطر على كونه.
فإذا أنا مع الله، بما أن رجوعي إلى الله أنا سأكون مع الله وسأرضى بما قسم الله لي وسأصبر وسأتوكل على الله. فهذا هذه الآية مريحة جدا للنفس. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هنا القرآن ينبهك إلى خطورة أن تلجأ لغير الله. إياك أن تظن أن الحل بيد فلان أو فلان، لأن هؤلاء الذين تراهم أمامك هم وسائل مسخرون، هم عباد. أحدهم إذا مرض ومات لا يستطيع أن يطيل عمره ثانية، إذا أصابه مكروه لا يستطيع أن يفعل شيئا، وبالتالي هم عباد. فلماذا تدعو هؤلاء العباد وتترك رب العباد عز وجل؟ لذلك الآية التالية ماذا تقول؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الكافر لا ينجح ولا يفلح. طيب هنا من ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لو كان لديه برهان لا مشكلة. طبعا هو لو كان لديك حجة واهية غير مقبول، يعني لو قلت أنا لدي دليل علمي أنه لا يوجد إله للكون، هذا الكلام غير مقبول، لأن الواقع يخالفه وينقضه. وجود النظام في الطبيعة ووجود هذا الإبداع الهائل يناقض ما تقوله أنه لا يوجد دليل علمي على وجود الله. فكيف إذا دعوت أحدا مع الله ولجأت إلى البشر واستغنيت عن الله عز وجل ومن دون برهان؟ يعني إذا كان لديك برهان وهمي هذا الكلام غير مقبول. فكيف إذا كان ما عندك لا برهان ولا دليل ولا شيء، يعني ولا إثبات؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لذلك هناك خطورة أخي الحبيب من دعوة غير الله. دائما انظر للناس أنهم عباد، لا تؤله البشر، وانظر أن الله عز وجل سيسخر لك هؤلاء العباد لشيء هو يحبه ويرضى. ولا تدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هنا انتهى النص القرآني، انتهت سورة المؤمنون بقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. انظر إلى هذا الدعاء الجميل الذي يعني من سنن النبي أن ندعو به بين السجدتين، عندما تستوي قاعدا هكذا بين السجدتين، يعني استحب أن تقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، استجابة لهذه الآية. وقل فعل أمر، والفعل الأمر من الله هو فرض. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فما دام هناك إله موجود، كل شيء منظم مبرمج بأمر الله، لا يوجد عبث، والله تعالى أن يعجز أن يستجيب لعبد يقول يا رب، وأنني متمسك وأدعو الله وأقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، إذن أنت هنا وصلت لدرجة عالية من الثقة بالله والقرب من الله، توكل على الله. فهذه الأمور كلها مجتمعة تعينك على هموم الدنيا وتعينك على أن تتحمل أكثر، لأن العمر قصير لا يساوي ساعات أمام يوم القيامة الذي ستقف فيه. يوم واحد مقداره 50,000 سنة. فانظر عظمة ذلك اليوم وعظمة عرش الرحمن وعظمة الخالق عز وجل، تهون في نظرك كل هموم الدنيا ومشاكل الحياة وأعبائها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يعيننا على تدبر هذا الكتاب العظيم كما يحب ويرضى عز وجل، حتى نلقاه وهو راض عنا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.